بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتوره ميرفت ابو المعاطي، استاذه القلب في طب عين شمس، وهقدم لكم النهارده مراجعه او محاضره كامله عن ال WPW او الاتري فينتريكولار اكسس باث واي. في الاول بشكر الدكتور انور الزرفي اللي ساعدني كتير في هذه المحاضره من خلال تجميعه للحالات بدقه، واطالبكم كل واحد يحضر حاله يعني يتأنى في اختيار الرسومات والافلام. وبشكر الفنان علي المهندس التكنولوجيا والتعليم الطبي المستمر. يلا يا عم. الاتريو فينتريكولار اكسسوار باث واي از مايوكارديا فايبر كونكتنج ذا اتريوم اند ذا فينتريكل. هو اللي بيحصل دورج الديفلوبمنت اوف ذا فيتوس، ان بيحصل مع الديفلوبمنت كومبليت ايزوليشن ما بين الاتريوم اند ذا فينتريكل عن طريق الايفرينج. الايفرينج از فايبرس وما توصلش اي الكتريكال اكتيفيتي. الكتريكال اكتيفيتي بتاعتنا اس انود اف نود هيز باندل برانشز، ما فيش اي ماسل فايبرز موجوده. تمام. اكسسوري اف ماسل بريدجز ار نورمالي بريزنت ان هيومن فيتال هارت، بات ذيس كونكشنز ار انتربتد ديورينج ذا جروث اوف ذا فايبرز انلس. فايبرز انلس دي اتنين عازل، عازل يمين وعازل شمال. لو فضل اي ماسل فايبرز ديورينج فيتال لايف between the atrium and the ventricle يبقى دي accessory atrioventricular connection. Wolff Parkinson White syndrome. السندروم ده بيشمل عدة أشياء. يعني في حاجة اسمها pre-excitation. Pre-excitation يعني الـ ECG فيه evidence of short PR interval, white QRS complex, delta wave. If it is associated with tachycardia يبقى احنا palpitation بتachycardia، يبقى احنا نتكلم على Wolff Parkinson White syndrome. الولف باركنسون وايت دي ثلاثة أسماء لثلاث علماء. الثلاث علماء دول اكتشفوا هذا الديفيشن اوف ذا نورمال اي سي جي، وكل واحد وصفها لوحده، ما كانش في تويتر ولا فيسبوك ولا انترنت عشان يتواصلوا. فلما وصفوهم في المجلات العلمية كان من حق كل واحد ان ياخد حقه، فقالوا لهم وولف باركنسون وايت WPW، و الثلاث حروف للثلاث اسماء بقى اشهر تشخيص ليها. كلاسيكلي بيشنتس وذ وولف باركنسون وايت سيندروم بريزنت وذ بالبيتيشن. ده الاول حاجه كلينيكال. ممكن بالبيتيشن، ممكن سينكوب، ممكن ديزنس، ممكن حاجات ثانيه. الاطفال بيبقى المشكله في الاطفال، ودي هنتكلم فيها لما نخش على المحاضره الاخيره. انا هقسم البرزنتيشن لعده محاضرات. لما نقول الاطفال بريزنت بيهم ازاي، ممكن بريزنت فيرست بريزنتيشن باي بري اكسايتد اف اند اريست، ودي شفناها. ممكن واحد عنده 50 سنه يجي له البري اكسايتد اف وبريزنت بالفيرست بريزنتيشن بسينكوب او فيرست بريزنتيشن بكارديك اريست، وياخد دي سي شوكس ويرجع بيها. تمام. وممكن السادن كارديك ديس ذا فيرست بريزنتيشن، وده ممكن كان ران ان فاميليز. ال WPW الوراثه فيه بتبقى فاميليال، يعني في الفاميليز، مش ما فيهاش جينات معينه عشان تتوارث. احنا من خبراتنا في ال 35 سنه اللي اشتغلناهم في هذا المجال شفنا ايد في التكييف. شفنا مثلا انا عندي مثلا حوالي 5 فاميليز اول ان اول من الالاف المرضى اللي بنشوفهم في هذا المجال، اللي عندهم هيريديتري اللي هم الاب وابنه، الام وبنتها، مقارنه بالافي نود الري انترنت تاكيكارديا اللي فيها الجينيتك اعلى والوراثه فيها اكتر، او الفاميليا الاف. فاقلهم في الفاميليا اللي هو الدبليو في دبليو، فما يجي لك اب والام، ولا شاب يقول لك طب ما انا متجوز عيالي هيجي لهم، اقول له لا، لو جالهم بقى نبقى نتصرف. الجزء المهم اللي انا عايزه البراكتيكال بارت بتاعنا، وهقول لكم من خبراتنا في هذا المجال، ودي كان جزء من محاضره انا قلتها في السودان، على اسيمتوماتيك بري اكسايتيشن. يعني واحد رايح يعمل عمليه، ودي اكيد كله اتعرضت لها، عملوا له سيرفس اي سي جي لقوا فيه بري اكسايتيشن. عندك ضربات يا عمي؟ لا. بيغمى عليك؟ لا. عندك اي مشكله؟ لا. فبالتالي علي، فبالتالي انت بتبقى عايز تعمله ريسك اسيسمنت او ريسك ستراتيفيكيشن بره. تمام. الريسك اسيسمنت يبدا من ان انت تقول له في حد في العيله عندك؟ هل حد عمل كي من اهلك عشان تشوف في فاميليا ولا لا؟ نمره اتنين السيمبتومز. السيمبتومز شود بي ثورلي تيكن. انا عندي دكاتره
في العياده مخصوصين فور تيكينج هيستوري، اعظمهم الدكتور انور، انور زرفي من العراق. الهيستوري ده فن، والفن ده لابد ان اولا انت تستوعب اللي قدامك، تخلي المريض يخرج كل ما هو يريده. ممكن ست تحكي لك على سرقه بيتها زي امبارح نص ساعه، ان ست شغاله سرقتها، في الاخر تكتشف ان هي بيجي لها سينكوب مثلا. فالتيكينج هيستوري فن، تيكينج هيستوري هاف تو بي صبور وحمول، تتحمل المريض تسمع له كل حاجه، وبعدين تبتدي توجه له الاسئله المطلوبه. لا تنسى ان العيان ممكن يغمض شيء من الهيستوري عليك، فانت لازم تنتزعه منه وبحكمه. فالسيمتومز عندنا هتبقى البالبيتيشن، والبالبيتيشن دي ابتدت امتى وراحت امتى وهكذا، السينكوب، البري سينكوب، اللاك اوف كونسنتريشن، الاكسرسايز افكت بتاعه. طيب جالك العيان الاسيمتوماتيك وولف او بري اكسيتيشن، لابد ان انت تتعامل معاه. السؤال اللي انا بطرحه، why not to leave him in peace؟ ليه ما نسيبوش لحاله؟ لان there is a risk of malignant arrhythmia، والبري اكسايتد اي اف هو ده عدوي اللدود، عدوي اللدود. انا في حياتي شفت في اللاب، في الالكتروفيزيولوجي لاب، عيان ممكن ما يكونش بريزنتد باي اف او بريزنتد ويبقى بري اكسايتد اف وديجنريتد تو في اف. ذا لاست كيس واز ان 2 ويكس اجو دكتور انور. سو ذير از ا ريسك اوف مالينجنت اريثمياز، ممكن الاريثميا دي تحصل له والسكه واقفه ساعتين ويموت في السكه. ممكن تحصل له على البحر، ممكن تحصل له وهو بيعوم، ممكن تحصل له وهو في الطريق السريع ولسه ما وصلش اي مكان يسعفه. في observation study published في 2015 على 883 عيان with asymptomatic pre-excitation who did not undergo ablation. 9% of them developed malignant arrhythmia و 2% developed VF. الناس دي ما بتكذبش لان احنا بنشوفها. Why not to ablate them all؟ طب ما نكويهم كلهم، اي ECG pre-excited نكوي؟ لا، لانه there is possible complication of the ablation procedure which could outweigh the benefits. وهو ايه زي مين؟ الانتروسيبتال اكسسوري باثوي، دي نمره واحد. يونج تشيلدرن، احنا عندنا في العياده بيجي لنا كل المقاسات، من اول واحد مولود بولف لحد واحد عجوز 70 سنه بولف. يبقى انت لازم تبقى عندك الحكمه الاختيار، مين هو اللي هيكوي ومين هو اللي هنقول له فور ميديكال، مين هو هنقول له قوم مستني ما يكبر وياخد علاج وعارفين انه بيجي له وعاملين له فيجن مانوفرز و و و و. ف حسب اخر ما حصلت عليه من الدوكيومنتس، الاتش ار اس والبيس كونسنسس ستيتمنت اون ذا مانجمنت اوف اسيمتوماتيك يانج بيشنت وذ وولف وذ وايت، ده كان 2012، والامريكان هارت اتش ار اس اي سي سي كان 2015 في الجايد لاينز بتاعتهم. هاو كود وي ريسك ستراتيفاي ذا بيشنتس؟ قلنا الهيستوري، قلنا في ستريس تيست وفي هولتر وفي الفاميلي هيستوري. طيب بيز لاين اي سي جي، لو في انترميتنت بري اكسايتيشن او بيرسيستنت مانيفست بري اكسايتيشن. الانترميتنت ده يعني يقول لك ان هو حاجه سيف او بناين، وان هو مش بالضروره ان هو يبقى من المالجننت وانز. فبنعمل له الانترميتنت وان فولو اب ان ذا كارديولوجي والكونسلنج ريجاردنج سيمتومز، لان ممكن هو انترميتنت يكون عنده سيمتومز كويسه. وبعدين هنعمل له ستريس تيست. البرزيستنت مانيفست بري اكسايتيشن هنعمل له ستريس تيست. لو في لوس اوف بري اكسايتيشن ديورنج ستريس تيست، دي من العلامات الطيبه، من العلامات اللي تطمئنك من ناحيه المريض، ودي عندنا بنعملها في العياده او عن طريق الهولتر مونيتور. وانت برضو تبقى هو هيمارس حياته، ممكن طفل صغير ما تقدرش تجريه، تقوم تعمل له الهولتر وتقول له امه سيبيه يلعب ويطلع وينزل عشان تو ريسك ستراتيفاي هيم. طيب لو الاكسرسايز ستريس تيست ما فضل الاكسسوري باسوي وموجود وما اختفاش، لا ده يبقى في ايه؟ في ان بقى. تمام،
زمان كانوا بيعملوا ترانس اسوفجيل بيسنج واكس ستيميوليشن، ودي انا كنت جايباها من امريكا، دي كانت سنه 1992 يمكن انتوا قبل ما تخش كليه الطب. لكن الاي بي ستادي از سيف وان برضو، وي كان تيك هيم تو ذا لاب تو ريسك ستراتيفاي هيم. لازم العيان يفهم احنا وي ار جوينج تو ريسك ستراتيفاي يو. الريسك ستراتيفيكيشن في هنا ان انا اول حاجه اعمل له فول اي بي ستادي. If I induce SVT اللي هي AVRT يبقى هنخش على الابليشن خلاص بقى، يبقى العين داخل عارف كده. لو انا جبت اتري فيبريليشن وابتدي بقى اشوف ريسك اللي هي الشورتست RR انترفل في بري اكسايتد R، يبقى هذا اقل من 250 يبقى انا هخش اكوي، انا هكوي. طيب لو انا عملت هنا ال shortest pre excited RR interval في الاي اف اكتر من 250 مفيش اس في دي، هو انا ممكن اجيب اي اف في الاي بي لاب؟ طبعا I can pace the right atrium, I can give atropine and pace the right atrium. خلاص اف جه يا pacing سريع يا excess stimulation يا double excess stimulation، يعني we can induce اف easily in the EP lab. تمام. طيب لو لقيت ان هنا ال shortest pre excited RR interval اكتر من 250 يبقى ده بيقول لي الاكسس باثوي ده معقول. may consider ablation based on pathway location و patient characteristic. يعني ايه بقى consider ablation؟ لو هو انتروسيبتال ومن اول اسيمتوماتيك والاكسس باثوي is safe وال pre excited RR اكتر من 250 I would not touch him. Antroceptal access pathway is a dangerous. Midceptal access pathway is a dangerous site. يبقى انا عندي التو سايتس دول لو هو القصه كلها مرتبطه بيهم ومفيش خوف من الاكسس باثوي والمريض مش هيشتغل هاي ريسك جوب. ايه هي الهاي ريسك جوب؟ ايه هي اللي هو بري اكسايتد اي سي جي اسيمتوماتيك اللي تخلي الواحد شغلته تقف؟ الطيار الحربي والطيار المدني، ومش هيرجع الشغلانه بتاعته الا ما يعمل ابليشن. تمام. بعد كده لو لقيت ان هو العيان اسيمتوماتيك وكده وانا قررت اعمل له فولو اب، اي ويل فولو هيم اب. ليه؟ لان ممكن في يوم من الايام الله اعلم يحصل ايه، فده حسب ده كلام الجايد لاينز انا حبيت اقوله لكم. في عيانين بقى كاتيجوريز من ال WPW اللي هتسرع او تقول لك لازم تكويهم. لو في طفل عنده ستراكشر هارت ديز او بيشنت عنده ستراكشر هارت ديز والتاكي كارديا اللي هتجيله دي هتاثر في الفانكشنز وهتديتيريوريت، وطبعا الاجكشن فراكشن الواطي والكده ده بيخلي اي تاكي كارديا هي ويل نوت توليريتد، فلازم ده يتكوي. تمام. في واحد تاني ودي عندنا منها نموذج في العياده عندنا ان الرايت سايدد اكسسوار باثوي بيفكرنا بالليفت باندر برانش بلوك، صح؟ بيبقى معاه ديسينكروني، ولما يحصل الديسينكروني ده هيأثر على الفانكشن. فبما ان انت ممكن تكوين الاكسسوار باثوي الموجود على الرايت سايد ده مش انتروسيبت الرايت سايد رايت لاترال مثلا او رايت بوستر لاترال وعامل ديسينكروني، يبقى الابليشن بتاعك للاكسسوار باثوي ده كان ريستور ذا سينكرونايزيشن. اوكي، دي الجايد لاينز ما بحبهاش. هنا بقى هندخل في منشا وموقع الجغرافي للاكسسوار باثوي. الصوره دي ما تنسوهاش من حياتكم، كل شغلنا هيرتبط عليها هيتكون عليها. طيب لو بصينا هنا ده تراكاسبيد فالف، دي انت باصص من فوق على العيان، ذيس از رايت ده يمين كده يمين وكده شمال، ده تراكاسبيد فالف ده الميترال فالف، صح؟ ده ايه؟ بالموناري ارتري موست انتيريور ستراكشر اند انتيريور تو ذا ليفت اند ذيس از ذا اورتا، صح؟ والهيز باندل هنا اهي الصغنطسته دي تمام كده. يبقى الحلقه دي هي دي اللي هنفكر ونقول موقعنا الجغرافي بتاعنا. تمام، هجيبها في صوره تانية. خلاص شفتوا الاناتومي بتاعنا، السي اس السي اس كاستر فين؟ هنا بوستيريور. الهيز باندل والايفينود فين؟ انتيريور انتيريور سيبتم. تمام، يبقى ده انتيريور ده بوستيريور ده رايت ده ليفت. اوكي،
ها خلص دي ونقل. شكرا. أوبس أوبس. اوبس اوبس اوكي دي بقى اسهل واوضح والطف. لا ما تصورش يا زردو، صورنا انا بس. طيب يبقى هنا هنرسم هنا بقى يعني يمين شمال شمال يمين ما يجراش حاجه. This is the tricuspid, this is the mitral, this is the CS ostium, this is the his and the AV node. نبتدي بقى نقسم عليها. طيب احنا قلنا anterior و posterior و lateral و lateral و right و left. اوكي تمام. يبقى هنا في anterior on the left side وفي anterior right anterior left anterior. تمام left lateral و right lateral anteroceptal و posteroceptal. البوستروسيبتال هيبقى ريليتد للبوستروسيبتال للبوستيريو ستراكشر والكورنساينس. طيب ان بتوين بقى بوستيريور وبوستيريور يبقى عندي انتيريور ليفت انتيريور ليفت بوستيريور ليفت لاترال ليفت انترو لاترال ليفت بوسترو لاترال ليفت بوستروسيبتال. ميت سيبتال ما بينهم سهله سهله صح. رايت انتيريور right posterior right lateral anterolateral بين البنين posterolateral بين البنين right posteroceptal وميت septal right anteroceptal. ليه الرسمه دي مهمه؟ لان انت ممكن توصل لحاجات من يعني هو انت بتقول right posteroceptal لكن ممكن تجيب يعني تضطر تدخل جوه كورونساينس ميت تاخد مثلا anteroceptal ممكن تجيبه من الكورونا. نرجع لو رجعنا للسلايد اللي قبلها اجيبها ازاي دي؟ دي اللي بعدها مش مشكلة. لو رجعنا للبريفيوس بريفيوس اوكي خلاص. لو رجعنا هنا ما ننساش ان الكوروناري كوروناري كوروناري ارتري الاسندنج اورتا هنا والكوروناري كاسبس هنا. فاذا ممكن انتروسيبتال اوصل له من الرايت كوروناري كاسب او نان كوروناري كاسب ممكن اوصل له منه. تمام السي اس هنا ممكن اوصل لها من جوه السي اس ممكن اوصل لها من الليفت سايد الليفت بوست ريسبتال من هنا رايت بوست ريسبتال رايت بوست ريسبتال من هنا ليفت بوست ريسبتال من هنا. طيب نسبتهم بقى قد ايه؟ دي من محاضره الدكتوره منى حافظ ان مور ذان 50% اوف اكسسوار باث واي ار لوكيتد ان ذا ليفت فري وول سواء بقى مانيفست وكونسيلد. تمام 30% in the posterior septum من البوستر سيبتال يعني 10 to 20% في الرايت فري وول 5 to 10% in the anterior septum يعني انترو سيبتال. الحقيقه في مصر هنا احنا عندنا النسب دي شويه مختلفه وكانت من رساله احد الشباب احنا عندنا السيبتال باثويز اكتر من الليفت سايد باثويز. دي الجوريزم اللي بيه ده كانت من رساله دكتور احمد تماره دي من سمينها تمارا ايطال انا ايطال. الالجوريزم ده انا بالنسبه لي ده ابسط الجوريزم بقدر اشتغل بيه. هتبقى محاضره احمد يحيى بعديه بالتفاصيل بقى اللي كده بس ده البيزكس اللي انا هشتغل عليه عشان هنخش ازاي نطبقها في الالكتروفيسيولوجي. ان الالجوريزم ده على مرحلتين كرود الجوريزم وفاين الجوريزم. الكرود الجوريزم بيقول ايه؟ بنبص على الدلتا ويف في الانفيريور ليدز 3 واي في اف لانهم نيجاتيف يبقى ده بوستيرير لانهم بوزيتيف يبقى ده انتيرير. تمام يبقى بوستيرير وانتيرير من الانفيريور ليدز. بعد كده عندنا الار ويف ترانزيشن. ار ويف ترانزيشن اللي هو الدلتا ويف اللي هي الكبيره دي لو هي قبل في 1 او عند في 1 يبقى ده ليفت سايد خلصت. طيب لو هو عند في 4 يعني متاخر يبقى ده رايت سايد. لو هو بين البنين اللي هو في 2 في 3 يبقى ده سيبت هايل. اتفضل. البري اكسايتد ار ويف او البوزيتيف دلتا الكبيره دي حاجه كرود كويس. تبديل وتوافيق لو لقيت نيجاتيف دلتا في 3 واي في اف وترانزيشن عند في 2 يبقى ده بوسترو بوستيريو سيبتال اهي. تمام دي مع دي تجي لك بوسترو سيبتال وهكذا. التبديل والتوافيق دي في الاخر بيجي لك الانواع اللي احنا متعرف عليها. طيب
وهنطبقها لما نشوفها، او ممكن احمد يحيى بقى ياخد معاكم فيها، والدكتور انور بقى بيطبق الجوريزم عنده كده، هو بنخليه يقول لنا الحاجه فين. بعد كده في الفاين اي سي جي الجوريزم اللي بتقدر تشوف اللوكاليزيشن بقى، تفرق ما بين الليفت انتر لاترال والليفت لاترال. ده بيعتمد على حاجات معينه. لو انت لقيت نيجاتيف دلتا في 1 واي في ال يبقى ده بوث نيجاتيف، يبقى ليفت انترولاترال الاثنين. لو لقيتهم الاثنين بوزيتيف ده ليفت بوستيريور، بس انت ماشي في الابلوز من الاول. لو لقيت نيجاتيف اونلي اي في ال يبقى دي ليفت لاترال، تمام. طيب بالنسبه للرايت سايد نفس القصه، لو لقيت ده خلاص انت شخصته رايت، انت عايز تشوف بقى ايه هو رايت بوستيريور ولا رايت انتيريور، بتبص على الدلتا ويف في الانفيريور ليدز. لو الاثنين نيجاتيف يبقى ده رايت بوستيريور، لو الاثنين بوزيتيف ده رايت انتيريور. والدكتور انور بيقول لنا في فروق حاجات تانية كده، انا ايه هو بيقولها لنا لما بنشوف الاي سي جي. يجي بقى السبتال، القصه الكبيره بتاعتنا، بنبص بعد ما خلاص انت قررت ان هو سبتال، عايز تشوف بقى رايت ميد سبتال ورايت بوستر سبتال ولا ليفت بوستر سبتال. دي من رساله، دي في الاخر ده الالجوريزم ده احنا طبقناه على الرساله وقدرنا نوصل بيه للسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي مش بطلين. وهيطبقه في رسالته الدكتور وليد من طنطا. طيب لو لقينا بقى هنا بالنسبه للسبتال ان الدلتا ويف 2 و3 في اف اول بوزيتيف، يبقى ده رايت انترو سبتال. اول نيجاتيف يبقى ده رايت بوسترو سبتال. لو لقيت بقى كيو اس باترن ان في 1 ده بقى رايت بوسترو سبتال. لو لقيت ار اكتر من الاس ريشيو او ار اقل من يعني في ار في في 1 واقل من 1 يبقى ده ليفت بوسترو سبتال. طبعا ده كل ده ممكن انت وانت بتشتغل ما يساعدكش قوي في الاخر كده. الميد سبتال بقى بتلاقي واحد نيجاتيف، يعني ليد واحد من الانفيريور ليدز بس هو اللي نيجاتيف اللي هو 3، واي في اف بوزيتيف، وباي فيزيك فليد ده ليد 3 ده ليد 2 اتليت 2 يبقى رايت ميد سبتال. وده من اصعب الاشياء ان الواحد ايه يعرفها. ممكن اقف هنا.